جاني سؤال على الفنارات نتاع لوبير سوينغ، كيفاش يتعدلوا على الريغلاج نتاع الفنارات نتاع لوبير سوينغ؟ هذه لوبير سوينغ فيها زوز اماكن في الفنار، هذا من هنا الفوق هسه انا بتونيفيس، هذا هذا كي ندوروه يحط الفوق ولوط، هذا يطلع الفوق ولوط، هذا من هنا بتونيفيس دور فوق ولوط، وفما يمين ويسار اللي هو هذا. هم شوفوا يمين ويسار، هذه الدورة كبيرة، هذه شفتوها الدورة كبيرة، هذه هذيك تدور يمين ويسار، يعني باش تلفت الفنار هكا ولا هكا، وهذه الفوق ولوط، شفتوها هذه الفوق ولوط، يعني منها تلقاها كيما هكا كرندلة، وساعات تلقاها كيما هذه، يعني شفتها، يعني المهم الحاجة تدورها بيدك، هاي هذا فلازم تعمل الآخر دوريجين، هذه حاجة بتدورها بيدك، ومكان البيس فما كيما هذا هاو في هنا يجي تحت هذه. هنا ولا تحت المكان هذاك، اما ساعات يبدا مغطي بطرف كاوتشو، تنحي كاوتشو تلقاه هو ساعات يبدا مغطي بكاوتشو، يعني فيه بلاصه، فيه بلاصه تورنيفيس مفك، هذاك يطلع الفوق ولوط، فنار الفوق ولوط، وهذا يطلع يدور الفنار يمين ويسار، سهله العمليه ما فيهاش حاجه كبيره.